تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب السعودي الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أخوه خادم الحرمين الشريفين عن صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء، ضارعا إلى الباري تعالى بأن لا يرى الجميع أي مكروه بعزيز.